الله يعطيكم العافية، مساء الخير. اليوم ما راح يكون امتحان، وزي ما انتم شايفين المطلوب منكم هو نشاط بيتي. بدنا نروح على المساخ، على الويكي سبيس تبع مساخنا الـ ITPR wikispaces.com، وبدي تروحوا على البيج اللي اسمها document. وفي هاي البيج زي ما شرحنا المحاضرة الماضية راح تلاقوا هذا الملف اللي اسمه حب التعلم. وهذا النشاط البيتي بدي اياكم، هدول الخمس مطالب اللي لازم تعملوهم، وبدي ترسلوا الوورد دوكيمنت هاي بعد ما تعملوا عليها التعديلات هدول الخمس المطلوبة، يبعتوا لي على الايميل تبعي اللي هو هون هذا arafat.my. بس بدكم تنتبهوا زائد PR بلس بلس PR1. وأظني إن شاء الله هذا بيكون نشاط هيك نستفيد منه ونتعلم شغلات جديدة في نشاطات تانية ومحاضرات تانية أونلاين. يعطيكم العافية.